إذن عن تصريحات الخارجية الإيرانية بشأن الدور الذي لعبته إيران في استعادة الموصل وهزيمة تنظيم داعش، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، يعني تصريح للخارجية الإيرانية بأن التضحيات الإيرانية هي التي مكنت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زيارة الموصل، هذا التصريح ما دلالته دكتور هلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ولمستمعيها الكرام. القضية التدخل الإيراني في العراق لا يحتاج لها دليل نسوقه من هذا المنبر أو غيره، ولكن هذا التصريح يدل بكل بساطة على مدى كذب الإيرانيين الذين يدفعون العداء في أمريكا والذين هم مقاومون وما إلى ذلك، وهم اشتركوا بحماية الطيران الأمريكي مسمى كين هلالين السحال الدولي لمحاربة الإرهاب، الذي تكشفت أوراقه من الذي أتى به ومن الذي صممه ومن الذي سمح لهم بدخول هذه المناطق ومن الذي سلحهم بالأساس. هذا التصريح حقيقة، وغيره كثيرون هم من ادعوا تحرير الموصل، الحشد يدعي أنهم حرروا الموصل، و كثير من الفئات الأخرى الذين يدعون أنهم حرروا الموصل، وهو حق كل من يدعي تحرير الموصل هو اشترك في جريمة قتل الموصل وتدمير مدينة الموصل بقصد، وليست الموصل بمفردها. ولكن نذكر أنه هذه المؤامرة التي كانت تنفذ الحقد الأمريكي والإيراني على الانتقام من مناطق المقاومة العراقية الحقيقية التي تصدت للمشروع الاحتلال الأمريكي في العراق، وهي المناظر الواضحة التي كانت تسمى مثلث الموت. ولهذا السبب خططت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للانتقام من هذه المناطق التي معروف، وخاصة مدينة الموصل معروف بها من هم قادة الجيش العراقي، الأطفال الذين شاركوا في حرب 8 سنوات. وإيران تمتلك خزين مع المشروع الأمريكي والصهيوني في الموصل، وهي تريد أن تؤمن طريق ديالى صلاح الدين الموصل ومن ثم الوصول إلى بلاد الشام. وهذا هو، هذه هي الحقيقة، حقيقة المشروع الإيراني الذي يريد أن يصل بكل الوسائل ويستخدم كل السبل. فقد استعان بالولايات المتحدة الأمريكية، ونقول للوزير الخارجية الإيراني أن ماكرون يمثل الجانب الفرنسي الذي أتى بخميني إلى سدة الحكم، الفرنسا هي التي ساعدت وصول خميني إلى الحكم. إذا بماذا تعيرون ماكرون الذي كان له فضل في إيتاء خميني إلى إيران ودعم ما يسمى بالثورة الإيرانية التي مخطط لها ماذا فعلت في المنطقة العربية؟ إذا القضية ليست قضية تنافس بين من، ولكن نحن نعرف أن الإيرانيون كان لهم دور كبير في اغتيال هذه المناطق وقتل أهلها، ولا ننسى التصريحات الحكومية في ذلك الوقت للبقاء في المنازل، ومن ثم تم تدمير الشق الأيمن لمدينة الموصل بالكامل، والضحايا كثر حقيقة، والأرقام تشير إلى أكثر من 50,000 تحت الأنقاض صابوا في هذا التحرير المزعوم، ودمروا مدينة عن ذكرة أبيها. طيب دكتور، في هذا السياق لو تحدثنا عن التفسير، تصريح الخارجية الإيرانية هل تعتقده هو تفاخر بدمار الموصل، أم ربما أن التصريح له أبعاد أخرى يراد لها أن تصل لرئيس الفرنسي ماكرون وحتى أبعد من ماكرون؟ بماذا تفسرونه أنتم دكتور هلال؟ ماكرون حقيقة القوات شاركت في عملية تدمير الموصل مع ما يسمى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران وميليشياتها، فبالتالي هم يتفاخرون على من الذي دمر أكثر في الموصل. تدمير الموصل كان هدف أمريكي وهدف إيراني، ونحن نعلم بأنه ليس المقصود أنه هذه البقعة من الأرض، وإنما المقصود العمق التاريخي التي تحمله. ونعرف لماذا ذهبوا إلى جامع النوري، ولماذا جامع النوري بالذات، لأنه يملك من هنا انطلق جيش صلاح الدين الأيوبي وحمد الزنقي رحمه الله ونور الدين زنقي في تحرير
بلاد الشام من الصليبيين، ومن هنا أتى الحقد المركب على هذه المدينة. ونلاحظ عندما دمروا مسجد النوري كيف افتخروا وهم دخلوه، لا يوجد في دواعش ولا غيره. ما هو المبرر في تدميره؟ إذن هناك حقد تاريخي، وهناك ربط ما بين المشروع الأمريكي الصغير فارس في العراق، والماكرون كانت له ولطيرانه دور كبير أو واضح في قصف المدنيين وقتل المدنيين في الموصل. فإذا هم يتبارون من الذي دمر أكثر، هم الفرنسيون. وأنا أقول الإيرانيين، لولا أمريكا لما استطعتم أن تضعوا يضع أقدامكم النجسة، تضع أقدامكم من أرض العراق، ولولا أمريكا وحلفائها لما استطعتم أن تدخلوا بغداد بهذه السهولة. طيب ولولا دكتور. أمريكا نعم. وحلفائها لما استطاع وزير خارجكم أن يتجاوز على كل البروتوكولات الدولية في حضوره إلى ما يسمى مؤتمر السنشوار، وشاهدتم كيف تجرى على العرب وعلى حتى على الحضور. دكتور هلال، في سؤال جدلي، يعني إذا كانت إيران ساهمت فيما تدعيه وتسميه تحرير مدينة الموصل، هنا ما الذي يمنعها من إعادة إعمارها؟ قضية الإعمار للمدن التي تم تدميرها، هذا حقيقة جدل غير صحيح، لأنه الذي جاء يدمر ما جاء ليبني. لا الولايات المتحدة الأمريكية جاءت لتبني في العراق، ولا إيران جاءت لتبني في العراق. إيران جاءت لتنتقم وتحقق مشروعها القومي الممتد إلى جذور التاريخ، والولايات المتحدة الأمريكية جاءت لتنتقم ولتؤمن جانب الكيان الصهيوني لفترة أطول، وتدمر قمة النهوض العربي. وكلنا وكل العالم العربي الآن يعرف بعد احتلال العراق ماذا حل بالعالم العربي. أصبح ضيعة ما بين إيران وما بين الكيان الصهيوني، وأصبحت العمليات واضحة للاستسلام للمحتل الأمريكي الصهيوني في المنطقة بقيادة إيرانية وبفعل إيراني على الأرض. إذن هذا المشروع الذي يدعي أنه هم أعداء، ولكن حقيقة هم مشروعهم واحد ومتفقين على كل الخطوات. والدليل أنه الإيرانيون يقولون لولا إيران ما استطاعت أمريكا احتلال العراق، والأمريكان عندما خرجوا من العراق بقوة ضربات المقاومة أرادوا الانتقام فسلموا العراق لإيران. إذن هذه هي الحقيقة. نعم دكتور. يعرف القاصي والداني. من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.